وانا مش عارف اعمل ايه، قولوا التربية ومشاكلي تتحل بايه، اولادي جننوني وانا مش عارف اعمل ايه، وخلاص سلمت وجيت قولوا لي اعمل ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج أولادي جننوني. موضوع الحلقة دي هو موضوع لم يعد لها مسبقا ولم يكن في حسبان أو في خريطة برامج القناة، ولكن ما يحدث على الساحة في هذه الأيام هو ما جعلنا نلقي الضوء على هذا الموضوع. هو موضوع يعني له علاقة كبيرة جدا بشقين هامين أساسيين، الدولة والإعلام والرقابة التي تسمح بانتشار مثل هذه الأفلام في مثل هذا المجتمع اللي المفروض أنه هو مجتمع ديني له قواعد وله أصول وله قيم، ولكن ما نشاهده في هذه الأفلام ومن بينها أو ما انتشر في هذه الأيام هي أفلام السفكي التي تطل علينا يوما بعد الآخر، فبالتالي بدأت تؤثر في المجتمع بشكل سلبي، فبدأت تدمر قيامنا وعاداتنا وتقاليدنا. لذا سنلقي هذا الضوء على هذا الموضوع في هذه الحلقة. سنتعرف عن تأثير المشاهد الجنسية على الأطفال، فلنرحب بالأستاذ أحمد محمود الباحث في الشؤون النفسية. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني موضوع تأثير يعني المشاهد الجنسية على الأطفال يعني تأثيرها وما تحويه المسلسلات والأفلام من مثل هذه المشاهد، يعني لو بدأنا نلقي الضوء على هذا الأمر يعني ونعطي إشارة للأباء والأمهات والمقبلين على الزواج، كيف لهم أن يحافظوا على أولادهم من مثل هذه المشاهد؟ تمام. أولاً بسم الله الرحمن الرحيم، الموضوع كبير جدا منتشر جدا جدا، وزي حضرتك ذكرت كده ان الموضوع برضو مش واخد الأهمية من الآباء والأمهات والمدارس من المجتمع عامة، لكن هو بيبني البنية التحتية لشخصية الأفراد، فده بنحتاجه بعدين. فأنا شايف ان المفروض النقطة دي تحديدا نلقى عليها الضوء بشكل كبير جدا، بشكل يعني مبسط في نفس الوقت، بشكل ياخد اهتمامنا من الدرجة الأولى في الفترة دي حياة أطفالنا، لأن أطفالنا هم مستقبلنا، والطفل بالنسبة لبيته هو برضو المستقبل بتاع البيت زي ما هو المستقبل للمجتمع كله. فالموضوع مهم جدا ومثير جدا، فلازم ياخد ليه بعد اهتمام كبير جدا جدا جدا. التربية الجنسية عامل مهم جدا، لازم يبقى فيه صدق في الكلام بالنسبة للأباء، وفي بساطة يقدر الطفل يفهمها، لأن أنا بربي في مرحلة طفولة، مرحلة الإدراك مش كامل عند الطفل، فلازم نديله مساحة يقدر يستوعب الكلام اللي احنا بيتقال، وفي نفس الوقت ما يحاولش يدور على المعلومة من جهة تانية، لأن هي هنا بقى الخطأ اللي بيحصل إنه ما بيلاقيش معلومة صحيحة من البيت. طب قبل ما ندخل على سؤال الطفل وأسئلة الطفل، كيف للأب والأم أن يبدأ في البداية أن يعلم طفله وأن يعرفه وأن يعلمه؟ ويعني بعض الأطفال يسأل لماذا، يعني لو بنت تسأل يعني وجود شيء مختلف عند الولد، والولد يسأل وجود شيء مختلف عند البنت، وفي الآخر يطلعوا عشان الطفل بطبيعته فضولي يحب أن يعرف ما لا يعرفه، أو الإنسان بطبعه يحب أن ينظر إلى ما يعني كل ما هو جديد بالنسبة له، لو شاف تليفون مختلف هيبدأ يبص له لأن هو جديد بالنسبة له، حتى بعد كده ممكن يسيبه. فكيف لنا أن نجيب على مثل هذه الأسئلة لدى الأطفال أو نعرفهم إجابتها بدون أن يطرحوا أسئلتها؟ تمام جدا. هو لو هنقسم بس مراحل النمو عند الطفل، في مرحلتين الطفولة، طفولة مبكرة وطفولة متأخرة. مبكرة من 1 لـ6 سنين، متأخرة من 6 لـ11 أو 12 سنة على حسب الولد والبنت. المرحلة دي بيبدأ في الفترة الأولية النمو الجسماني، دي مش بتاعتي، الحتة التانية اللي تهمني النمو المعرفي، إن هو هيبدأ يسأل، اللي هي من 4 سنين لـ7 سنين بيبدأ يكون كل معلومة بتجيله. فالمعلومه زي ما حضرتك قلت لازم هنبقى فيها صدق. مثلا هنسال سؤال، الاب بيسال، الولد بيسال لابنه سؤال، ماما هو انا دخلت بطنك ازاي؟ ده سؤال مشهور بين الاطفال، يمكن سمعوه من مكان تاني، سمعوه من التلفزيون، هو عقله حاله كده يعني في بطن كده فسال يعني هو ازاي جوه وازاي طلع، وبيبدا الاسئله الفضوليه عند تمام الأطفال. جدا. انا بحب الرد ده بيتم على 3 مراحل. في مرحله اهم قبل ايه؟ قبل السؤال، ان انا في بيتي ممكن اربي قط وقطه في حالة ان هم هيتكسروا وهيجيبوا بيبي صغير، دي بتبقى خير مثال للطفل، حين السؤال يبقى موجود هيبقى عنده مثال عملي. في النقطة التانية الصدق، اجاوبه. التالتة والمهمة البساطة، ان اديله المعلومة بشكل يفهمه. مثال دلوقتي، يا بابا انا انتوا خلفتوني ازاي؟ ممكن رد يبقى بسيط جدا، يا حبيبي انا وماما كنا بحب بعض فاتجوزنا،
فربنا ادانا هديه اللي هو حضرتك. ده بالنسبه للولد هو ما يهموش التفاصيل، هو يهمه الشكل، القصه، في قصه حدثت واجابه شامله شافيه ليه، مش هيسال تاني. افتراضا سال سؤال تاني زي ما حضرتك اتفضلنا السؤال اللي قبليه، هو انا دخلت هنا ازاي؟ رد ببساطه خالص، يا حبيبي انا وماما احنا اتفقنا ان احنا نحب بعضنا، فربنا بعت لنا هديه كنت انت لسه في بطن ماما. لو في انا عندي بربي مثلا قطه صغيره او عصفورين، هو الولد بيبدا يشوف المشهد ده فبيبدا يربط الصوره الذهنيه اللي قدامه دي اللي اخذها من الاب والام باللي بيشوفه على قد اللي فهمه. فبعدين مرحله المراهقه هيبدا يستوعب اكتر مع ايضاح المعلومات بصوره اكثر. المهم في النقطه ان انا اديله المعلومه، ما سيبوش من غير رد. هنا ده الفيصل، اديله المعلومه، لان لو سبتهم الغرض هيبدا يبحث عنها. زي حضرتك تفضلت ان الطفل في المرحله دي فضولي، هياخد الرد يعني هياخد رد، فياخده مننا بالشكل الصحيح احسن ما يسيبه لاي مصدر تاني. ومثال الاعلام مثلا يعني، فاحنا نديله رد بصفتين، الصدق والبساطه. جميل. يعني شيء مهم جدا ان نعطي للاطفال اجابات لكل ما يسالوهم. الاباء بقى اللي هم ما بيجاوبوش تمام ولا هيعرفوا الاجابه، او دايما الطفل بيجي يسال على سؤال في مثل هذه الامور فيبدا ان هو يعني يقول له ايه اللي انت بتقوله ده، الولد ابني بدا يسال اسئله جابها منين، بعضها بيكون بسبب ما يشاهده في الافلام تمام، والبعض الاخر يكون طبيعيا عند الطفل. نتجه قليلا الى ما يشاهده في الافلام وما يعني ما يحويه الافلام من ايحاءات جنسيه صريحه، يعني مش رموز او حاجات، لا هي ايحاء جنسيه صريحه للاطفال. وده اللي خلانا اتكلم النهارده في هذا الامر، ان في احد الايام القليله كان في طفل في مدرسه اراد ان يتحرج من مدرسته على غرار بعض الافلام التي شاهدناها في الفتره الماضيه، فبيعمل نفس ما يفعله يعني او ما شاهده في فيلم القدوه اللي شافها في الفيلم. كيف لنا ان نحمي اطفالنا من شبح مثل هذه الافلام؟ تمام. حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا جدا اللي هي الناحيه الاخلاقيه، ودي بتتم قبل التربيه الجنسيه في الفتره الاولانيه لحد الطفل. 6 سنين الاوليين دول مرحله بنيه الاخلاق. لو انا مربي ابني على الاخلاق، وعلى فكره الاخلاق يعني هي الاتفاق بين الاديان كلها، يعني الاديان فيها اتفاق دائم على الاخلاق، السرقه، مفيش سرقه، الكذب، القتل، الزنا، كله ده حرام في جميع الاديان السماويه. ودي نقطه مهمه نقدر نبني عليها كل ما فات. فيهمنا جدا ان انا ابني الاخلاق في النقطه دي، بحيث انه لما يتعرض لمعلومه من بره سواء من الافلام تحديدا او الميديا عامه هيبدا يقول لا انا اللي انا خدته غير كده، ده غلط، يبقى حاجه شاذه بالنسبه له. طبعا هيبدا يعترض، ده غلط ومش هيقبلها. عندي مثال دايما صديق ليا بيضربه، ان ابننا عامل زي كوبايه الميه النقيه، كوبايه ميه فاضيه، لو انا حطيت له ملح طبيعه الميه هتبقى عامله ازاي؟ ميه مالحه، ميه وحشه. لكن لو حطيت له سكر الميه بتتغير، هتبقى ميه مسكره حلوه، وده اللي احنا عايزينه. اللي بعد كده ان ابدا احكم الغطاء على الميه دي، بحيث ان اي حاجه تتضاف لي مفيش، مش هيقدر يقبلها. هي ده المثال. يبقى حطيت مانع او حاجز فيما يشاهده او فيما يعرفه. تمام تمام. بس الكلام ده لما ابني الاخلاق الاول، لما ابدا احط القيم الاساسيه الواجب توفرها، لان انا الطفل عندي 6 سنين في بيتي، بعد 6 سنين هيبدا يخرج، عنده حضانه، عنده مدرسته، عنده في البيت بيجي له الاعلام، فيبدا انا مربي الاساس صح. الاساس صح كل اللي جاي انا ممكن اواجهه، بس بالمتابعه، مش هينفع اسيبه برده، بس لازم الاساس. ده الرد على نقطة تأثير الإعلام، الآباء يخلي بالهم منهم، نبني صح هنعيش صح، هنبدأ نواجه كل المدخلات الخارجة. كمان حضرتك النقطة المهمة إن الجيل اللي طالع وسائل التكنولوجيا بقت هايلة جدا، سرعة الاتصالات بقت غير أنا غير مذكور، أنا جيل أنا وجيل اللي قبلي، إحنا ما كانش عندنا كل وسائل الاتصال بكمية السرعة الهائلة دي. لا الأطفال دلوقتي في سن مبكر جدا يبقى ماسك تليفون في نت، داخل على النت بيتفرج بيشاهد. تمام. له تأثير، يعني حتى الفيسبوك برضه ممكن نتكلم عنه، إن الفيسبوك بيبقى فيه بعض الصفحات وبعض المواقع وبعض يعني الأصدقاء اللي هم ناس وهميين ولهم علاقة بتدمير المجتمع، فبيبعتوا بعض الحاجات للأطفال، بيشاهدوا الأطفال اللي هم صغار السن في فترة مبكرة، ويبدأوا إن هم يرسلوا إليهم بعض الصفحات وبعض المواقع وبعض الفيديوهات التي من الممكن أن تدمر اخلاقهم. يعني كيف الام ان يراقب ابنه من خلال هذا يعني هذه الشاشه الصغيره او ما يمكن ان نسميها المحمول؟ انا في رايي الشخصي ان مع تقدم الوسائل الميديا عامه، وسائل التواصل الاجتماعي كلها، بالنسبه للام والاب العامل بقى ضاغط جدا عليهم، خصوصا برضو عشان ما نظلمش الام والاب، مداخل الحياه دلوقتي وتطلبات الحياه بقت اكثر من اعباء الافراد، فوقت الام والاب مع اولادهم بيبقى قليل.
مع الجانب الثاني الوسائل كتيره للطفل للحصول على معلومه. طب حضرتك ذكرت الفيسبوك بقى موجود في مع الاطفال 6 7 سنين بيبقى موجود بيلعبوا ايباد ايفون. التطور بشكل رهيب، فده بيوصل بيسهل عمليه النقل. لكن ده ما يمنحش الوالدين ان ده ابني انا مسؤول عنه. يعني احنا في ديننا الاسلامي ان العشر سنين الاولين الطفل مش هيتحاسب عن حاجه. مين اللي هيتحاسب على العشر سنين بتاع الاولين بتاع الطفل؟ الاب والام. انت هتتحاسب عليهم، لكل اب وام انت هتتحاسب على العشر سنين دول، وبعد كده هيلزمك المتابعه. لان العشر سنين دول هو اهم عشر سنين في طبعا. حياه الطفل طبعا. فبعدها اما ان يخرج الطفل صالحا للمجتمع، لا يتاثر زي ما قلنا وضربنا المثال اللي هي الكوبايه، لا يتاثر بما يعني بما يشاهده بعد كده او بما يراه او بما يسمعه، فبالتالي هيكون كون قيم ومعتقدات كبيره جدا تساعده في المضي قدما نحو النجاح. دي المشكله اللي احنا بنواجهها. يعني كلمه انا مشغول دايما، الكلمه دي دايما بتضايقني جدا لما اسمع حد يقول انا مشغول وعشان كده مش عارف ايه، فبتجيب له حاجه يبدا يبعد بيها بعيدا عن يعني عن عينها زي ما بيقولوا كده، هي زهقت منه بالبلدي كده. طيب لو زهقت منه هيطلع يزهقها بعدين، لان هي ما ربطوش اساسا. مظبوط جدا، حضرتك تفضلت النقطه المهمه ان اول ضرر هيقع من ابناء سواء المنحرفين او المش متربيين صح الوالدين الاسره، بعد كده هيضر المجتمع. فقبل ما يبص لغيره يبص لنفسه، هي الام اللي بتتهان ولا انا واحد من الشارع ما اعرفش الولد ده؟ ما امه وباباه هم اللي متضايقين، هم اللي مش عارفين، كل يوم يعمل لهم مشكله، كل يوم مش قادر يواصل ويتفاعل مع الحياه بشكل سليم، فهو بيقي نفسه فيما بعد. النقطه نبص لها بشكل ايجابي، هو انا لو ربيت ابن صح مش ده ممكن يبقى سند وعون ليا؟ مش ده ممكن يساعدني في حياتي؟ مش ده يبقى قدوه لاولادي اللي بعد كده مش هحتاج تربيه بشكل كبير زي الاولاني مثلا؟ هيبقى قدوه، هقدر على طول ده قدوه ليا، ده قدوه لعيلته كلها، ده هيبقى قدوه للمجتمع كلها. فالموضوع لصالح الاب والام. انت يعني احنا عندنا مثلا في الاوساط الشعبيه بيتقال ابني ابني ابنك، ما تبنيش لابنك. فرق كبير، ابنيه هو ما تبنيلوش، هو لما يكبر مبني صح هيقدر يعمل كل حاجه. طبعا حضرتك تفضل. يعني بدل ما تسافر وتعمل في فلوس ومش عارف ايه، وده لابني ربيه كويس، فاذا بنيت ابنا صالحا افضل بكثير من ان تبني له بيتا مؤسسا بشكل جيد. الاساس والحاجات ما في البيوت وما يبنيه الاب يعني لن يكون له قيمه مثل ان يربيه تربيه صحيحه، لانه كل يعني كل ده ممكن يفنى في يوم من الايام. يعني اذا اردنا توجيه رساله الى الاعلام، ونحن في قناه الصحه والجمال دائما نحب ان نلقي الضوء عن كل ما هو سلبي في المجتمع وان نضع له الحلول. يعني مثل هذا الامر من المشاهد الجنسيه في الافلام نريد ان نضع لها حلول، ومن خلال وسائل الاعلام الاخرى تمام، بعضها الجيد وبعضها الغير جيد. الجيد يرسل رساله الى المجتمع، رساله ايجابيه، ونحن هنا نريد ان نرسل من خلالك رساله ايجابيه للاب والام لكي يعلموا ابنائهم ولكي يحافظوا على مجتمعنا قبل ان يتدهور وقبل ان يتدمر اكثر ما هو مدمر اخلاقيا، وقبل ان يعني نفقد قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا التي تذبح دائما بدم بارد. تمام. الاعلام انا بحطه في المرتبه الرابعه في تكوين شخصيه الفرد عامه، بعد الاسره، المدرسه، البيئه، بعدين حطيت الاعلام. الاعلام عليه عامل مهم جدا جدا، لان ما يقوله الاب والام في البيت والمدرسه من شكل نظري يبدا الاعلام يطبقه، فهو اللي بيحط التثبيت او الصوره الفعليه للي اتقال، اللي يحطه بشكل سلبي اللي يحطه بشكل ايجابي. والصوره هنا بتثبت اكتر بكتير من الكلام اللي بيتقال من التلقين. كلنا يعني اخر احصائيات ان الانسان بيميل الى تذكر الصور اكتر من الكلام. العقل البشري طبيعته يفكر بالصور طبعا. اما احط له فيديو بقى احساس ومشاعر وصوت، ده الصوره بالنسبه له احسن بكتير من اقعد اتكلمه كل يوم درس، احسن بكتير من كل يوم ده غلط ده صح ده عيب ده. فالمشهد قدامه هيبقى سابق كتير. فالاعلام هو اللي واخده النقطه ده. فالاعلام بايده انه يطلع لنا مجتمع كامل 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 بشكل ايجابي بشكل ناجح، وبايده ان نوصل لدرجه زي اللي احنا فيها، نعاني نتكلم بكل صراحه، فن مبتذل واعلام مبتذل وكل ما هو في المجتمع ملابس مبتذله. نرى الكثير من الاشياء المبتذله في هذا المجتمع، والتي يعني ما نراه اليوم هو نتيجه لما بني عليه المجتمع. مظبوط، اتفق جدا مع حضرتك. لكن لا ينفي دور الاسره، لان الاسره هي رقيب الاول، هي اللي بتزرع البذره الاولانيه، لكن برضو الاعلام بيكمل ويساعد ويحط ويثبت الاركان، فلازم يبقى في متابعه دقيقه جدا لما يحدث. نصيحتي لكل ام واب، اولادكم مسؤولياتكم، ربنا هيحاسبنا عليهم،
لازم نتابعهم، لازم نحط لهم نهيئ لهم الافلام اللي اتفرجوا عليهم، طبيعه المسلسلات، طبيعه البرامج، حتى افلام الكرتون، الحاجات البسيطه دي. المواقع التواصل الاجتماعي بيدخلوا عليه مين اصحابه حتى في السن الصغير، لان انا تربيتي في بيتي حاجه وتربيه البيت التاني انا ما اعرفوش بتربى ازاي، لكن بشوفه في ابنهم، ابنهم ده صاحب ابني فهيعلمه اللي انا مش عارف اعلمه. فالنقطه دي مهمه جدا، اراقب يعني اختر لابنك. اه طبعا اختر لابنك صديق، طبعا اختر اختاري لبنتك صديقه طبعًا. من الممكن يعني في بعض الاحيان بيبقى الاب رب ابنه كويس جدا وبعدين يسيبه فريسه الشارع، تمام، وبعد ما يسيبه فريسه الشارع والاصدقاء السوء بيرجع الولد محملا بما هو خارج المنزل، وبالتالي يكون الاب والام فقدوا يعني او افقدوا ما اعطوه للطفل. فكيف للاب والام وهم يعملون وهم مشغولون دائما، وهذه الكلمه الذي لا احبها على الاطلاق، كيف لهم ان يراقبوا بوسائل حديثه وبالتكنولوجيا وبتقنيات ان يراقبوا اولادهم خارج المنزل؟ زي ما قلنا قبل كده ان في اولادنا مسؤوليتنا، لازم هنتابعهم. انا زي ما حضرتك تفضلت ان الولد بيطلع بره بياخد معلومه بشكل من اي مكان تاني، سواء البيئه، اصحابه، المدرسه، الاعلام، هيرجع لنا، بيرجع لي بشكل سلوك. يعني اي ام واي اب بتشوف التغيرات اللي طرقت على الولد على البنت، ايه اللفظ اللي قاله ده؟ ما انا في بيتي انا عارف انا بقول ايه، الفاظ ايه، اسلوب ايه، لكن لما ببدا اسمع لفظ تاني المفروض اقف، انت جبت اللفظ ده منين؟ سمعت ده فين؟ مين اللي قاله؟ طب انت شفت الحته دي فين؟ لازم الحاجه دي، ده هنا التعقيب، لازم ابقى في متابعه، لازم اعدل، شفت حاجه غلط اقول ده غلط والصح كذا، مش اعاقب بس. دور الاسره مش عقاب، في بعض الاسر مستنيه ابنها يغلط عشان تعاقبه ويقول لك ده دوري، بالعكس. اتصال، ناخد اتصال تليفوني. السلام عليكم. اتصال تليفوني. السلام عليكم. قطع الاتصال. ده دور الاسره، مش دورها العقاب فقط، دورها بناء وتصحيح الخطا. جالي قال لي عمل لي غلط ابني او بنتي، لازم اقول له ده غلط والصح كذا، وادعمه وتابعه لحد ما يبدا يحل محل السلوك الغلط ده سلوك صح. تربيه الابناء هي مش صعبه، لكن بيشغلها متابعه زي اي شغل، زي اي عمل. يعني انا اتفق جدا مع حضرتك ان كلمه مشغول بتقال من الاب والام، مشغول عن ايه؟ عن اساس اللي انت بتعمله. هو كلنا شغالين ليه؟ احنا شغالين في الاخر وفي الاول ولادنا اللي هيكملوا المسيره بتاعتنا دي. فالمهم ان ابني ابن الاب احط له القيم الاساس اللي يمشي عليه، اعتبره ده شغل تاني. يعني انا شغال شغلانه اتنين، اعتبر ده الشغل التالت بتاعي. شغل الشغل الاولاني هو يعني الشغل الاول هو الاولاد، تمام، والتاني هو يعني هو مكمل لبناء الاول، مظبوط. فاذا يعني من وجهه نظري، تمام، ان نحافظ على بناء اولادنا، تمام جدا، وان يعني نحميهم. فكيف لنا كاباء وامهات ليس لدينا خبره في تربيه الابناء ان من خلال هذه الحلقه ان نعرف الخطوط العريضه لتربيه ابنا صحيحا في شتى جوانب الحياه؟ تمام، انا عندي 10 نقاط مهمه جدا في التربيه الجنسيه السويه، لو مشينا عليهم اعتقد ان الطفل بشكل كبير هيطلع بنسبه كويسه تربيه كويسه من ناحيه الجنسيه تحديدا. اول حاجه ان استخدام الالفاظ بين الاباء والامهات في البيت، الاسلوب، مفيش اي الفاظ خارجه، مفيش اي الفاظ بذيئه، لان في السن المرحله العمريه من 4 لـ7 سنين المرحله دي الطفل لا يعي اللي بيتقال لكن بينفذ اللي يشوفه بالدقه، بنفس المشاعر، بنفس الاحساس، بنفس الاسلوب، اللي بيسمعه وبيشوفه بيعمله بدون ادنى معنى اللي هو بيعرف بيعمل ايه. فدي اهم نقطه لو انا عايز اربي ابن صح من الناحيه الجنسيه او التربيه عامه، انا اسلوب ايه؟ انا ابني بيقلدني، مش بيتعلم مني الكلام اللي بيتقال لي، مش بيسمعني. دايما بقولها لكل اصدقائي لان ده اللي بيحصل فعلا، الاولاد بيقلدوا مش بيسمعوا اللي بيتقال، بيقلدوا. انت بتعمل ايه؟ بيعملوا مع الام والاب. النوع الحته الثانيه بالنسبه للجانب الجنسي ده الفصل، الفصل من بعد 6 سنين بين الولد والبنت مكان نومهم، لان الفتره دي فتره فضول، الطفل بيبدا يكتشف ان جسمه حاجه والبنت جسمها حاجه تاني مختلف. فبيبدا الاسئله هنا. لو الاسره نفترض مثلا انها مشغوله، ما عندهاش الثقافه، ما عندهاش الاسئله، ما عندهاش الرد، لو انا عملت دي انا كده بمنح كتير جانب من الاسئله، مع ان ده غلط، لكن انا بقول ان اعالج جنب احسن ما اسيب الجنب كله مش موجود، لان الطفل كده كده هياخد المعلومه. فلو معلومه من عندي بشكل مظبوط هتبقى كويسه. انا مش لازم ابقى دارس علم نفس او علم نمو او كل الاساليب التربيه الجنسيه الصحيحه،
كلها مش لازم كل الكلام ده، الكلام ده كله موجود في الاسره في عاداتنا وتقاليدنا القدام، يعني اجدادنا وابائنا احنا بربينا على الكلام ده، هم ما اعتقدش ان هم كانوا دارسين الكلام ده لان ده الاساس بالحاجات بالفطره. طبعا من فطرها الله علينا هو مهم جدا، ولو اذا اتبعناه يعني سلكنا طريقا صحيحا ولكننا نبتذل حتى ما فطرنا الله عليه، وربنا لما بيفطرنا بيفطرنا على فطره صالحه. تمام. ونحن من نشوهها ونحن من نضع فيها الملح. مظبوط جدا. فده النقطه الثانيه. النقطه الثالثه والمهمه جدا، ان انا ام واب لما يبقى في اوضه للاطفال، ولو ما فيش مثلا اتجنب جدا اقامه اي علاقه سواء علاقة عاطفية أو حميمة مع الأم أثناء وجود الأطفال، لأن الطفل أنت كده بتسيره لدرجة كبيرة من الفضول، بيبدأ يدخل العملية وأنت مش عندك رد، حاول على قد ما تقدر بعيد، والرسول أمرنا بالكلام ده. في حالة الاستئذان، إن طلب مننا إن الولاد يستأذنوا علينا أوقات الخلوة، أوقات وجود الراجل مع امرأته، ده ديننا، ده ديننا وموجود. بنتكلم بشكل عام لازم في فصل، لأن الطفل هيقلد، ولو مش في صلاحته يقلد هيسأل وهيجيب المعلومة. فأنا بحاول على قدر ما أقدر أبعد عن المواجهة. المواجهة النقطة الثالثة الرابعة عفوا، الحد من التماس الجسد، التصاق الجسد. ما ينفعش من بعد 6 سنين طبعا الولد والبنت يبدأوا عملية التصاق الجسدي، سواء بالمصافحة أو بلمس الشعر أو بالأحضان أو بالتقبيل بالنسبة للجنس الآخر لجنسه، ده بيبدأ ليه إثارة المناطق الجنسية، لكن هو ما يعرفش استخداماتها إيه، سنه لا يسمح بكده. لكن احنا كده بندخله في الموضوع بدري، يبدا يسال يستفسر في حاجه مختلفه، في حاجه لمسه غريبه، ويبدا ان هو ينظر ويبدا ان هو يفكر في ايه ده، ويبدا ان هو لو ما ثاروش الفضول مع اخته او مع حد جنبه ممكن يثيروا فضول في المدرسه، او يثيروا فضول في اسئله، او يبدا يسال حد اكبر منه فيكون غير امين في الاجابه للطفل، فيبدا يجاوبه اجابات من ممكن تؤثر فيه سلبيا. تمام جدا. النقطه اللي بعد كده المراقبه الدائمه، لازم انا عين على الطفل، اي لفظ خارج سمعته، لفظ مش دارك في وسط الوسط بيئنا بتاعنا، ده هيبقى غلط على الطفل، لازم اعرف مصدره فين، لازم اصحح للطفل المعلومه. هنا المراقبه، هنا الدور الفعال اللي حضرتك تفضلت قبل كده وقلت لما يطلع بره ويرجع لي، هو راجع محمل كتير، سامع افكار جديده، سامع سلوكيات وشاف سلوكيات جديده غير اللي انا بقول له عليها، سواء صح او غلط هو ما لا يعرف ايه الصح والغلط، لكن هيبدا ينفذها. تقليد اعمى، ده دور الاسره. الرقابه، ابدا اشوف قابلت مين يا حبيبي النهارده، طب هما كان بيتكلموا في ايه يا حبيبي، طب هما كان بيعملوا ايه يا حبيبي، كل الكلام ده الطفل هيتجاوب معاك، ولازم اعدل هنا، هنا دور الاسره تعديل وليس العقاب فقط. النقطه اللي بعد كده عمليه النوم. النوم بالنسبه للاطفال لازم يبقى ينام في حاجه واسعه، مش حاجه تضايقه، مش حاجه تلمس اعضائه اللي يبدا يسال فيها يستفسر عنها وهو مش في حاجه ليها دلوقتي. انا بحاول على قد ما اقدر ابعد عن عملية الدخول للمرحلة الجنسية لأنه سنه لا يسمح بكل الكلام ده، لكن احنا بنقول الوقاية خير من العلاج، كل النقاط دي في مرحلة الوقاية، تقي الطفل من الوقوع في مثل هذه الأسئلة، أو تقي الأب والأم من الوقوع يعني أن يجاوبوا على هذه الأسئلة في هذه المرحلة. وطبعا لو مش مدربين أو ليس عندهم الخبرة الكافية فبيبدأ أنه يهرب من الإجابة على مثل هذا السؤال. النقطة رقم 6. النقطة التالية هي عملية معرفه الطفل لعمليه التبول، ودي بتتم في يعني في المرحله الاولانيه من العمر، بيبدا لازم اعوده ازاي يقضي حاجته بنفسه، يعتمد على نفسه. اللي بعديها وهي معاها النظافه، النظافه من العوامل المهمه، لان بعد المراهقه هيبدا في تغيرات فسيولوجيه كتير هتحصل، هيبدا يشوف اثار تانية سواء للولد او البنت، فلازم يتعود على النظافه من الان، لان ده عمليه هتستمر معاه مدى عمره. فما تم البناء عليه في المرحله دي هيبدا يبني عليه بعد كده، وهيبقى بشكل ايسر في كتير، لان انا في رايي مرحله المراهقه ان هي اهم من المرحله دي، بس لو الدين مبنيه صح والاساس مبني صح في المرحله دي تحديدا، التاني هيبقى اسهل علينا. ودي مشكله كتير بيعانوا منها الاباء مرحله المراهقه، لكن مرحله المراهقه عايزه تبقى كويسه، تبقى بسيطه، تبقى سهله التعامل، ده الاساس بتاعي، دي فرصتي. جميل. والبناء هنا اسهل بكتير، لان ده وقته، هو الولد او البنت في فرصة انه يسمع، في فرصة انه يتعلم احسن من كتير، لان المصدر المعلومة في الوقت الحالي لي الاب والام اقل بكثير بكتير يعني. طبعا. جميل. يعني استاذ احمد محمود الباحث في الشؤون النفسية بشكرك شكرا جزيلا، ونلتقي بك قريبا باذن الله تعالى. اعزائي المشاهدين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، ولكننا تركنا كتاب الله وسنة رسوله
واتجهنا إلى ما نحن فيه الآن، فابتزلت أخلاقنا وقيامنا وضللنا كثيرا عن كتاب الله وسنة رسوله. أعزائي المشاهدين، أردنا في هذه الحلقة أن نلقي الضوء على موضوع له أهمية كبيرة ويحزنني بشكل دائم، ويجعلني أفكر كثيرا في كيف لنا أن نبني مجتمعا صالحا. ومن خلال شاشة قناة الصحة والجمال دائما نحب أن نلقي الضوء على كل ما هو مؤثر في المجتمع ومن الممكن أن يفيده بشكل إيجابي، فنحن نعرض لكم الظاهرة السلبية وكيفية علاجها. أعزائي المشاهدين، بشكركم لحسن المتابعة، وإن ألتقي بكم في حلقة قادمة أخرى. لكم مني كل التحية والتقدير والاحترام. أنا خالد صقر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا مش عارف اعمل ايه، قولوا التغيير ومشاكلي تتحل ايه، اولادي جننوني وانا مش عارف اعمل ايه، وخلاص سلمت وجيت قولوا لي اعمل ايه.